يا هلا والله بالجميع، معكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. ويل سميث، ويل سميث، ويل سميث يا جماعه. دائما الافلام الرياضيه كذا يكون فيها حماس واثاره ما هي طبيعيه، الفوز والخساره واللحظات الممتعه والمثيره اللي تحصل ما بينهم، والضغوطات اللي يواجهها ابطال الفيلم في سبيل تحقيق هدفهم او انتصارهم او بطولتهم او ايا كانت النيله المنيله اللي جالسين يقاتلوا علشانها، مثل فيلم دانغال الهندي، واللي للامانه لاحظت تشابه كبير ما بين قصته وقصه فيلمنا لهذا اليوم، بالرغم من انه كلهم قصتين مبنيه على او مأخوذة احداثها من قصة واقعية. فيلم ووريرز وفيلم فراري وغيرها من الافلام الرياضية الممتعة الكثيرة. من اكثر الاشياء يا جماعة في فيلم كينج ريتشارد انه مأخوذ من قصة حقيقية، ولما نشوف بطل يكافح ويقاتل لاجل قضية او فكرة معينة، فاحنا بدورنا كمتابعين وكجمهور وكانسان راح نحس بشعور فخر قوي تجاه هذا الانسان. وشعور الفخر والحماس في هذا الفيلم للامانة كان دبل، لانه لشخص حقيقي كان موجود في هذا العالم، كافح وقاتل لأجل هدف وقضية معينة. فتعالوا اليوم وخلونا نتكلم عن فيلم كينج ريتشارد للرائع والمتميز والأسطورة ويل سميث، وكذلك الرائع والمتميز جدا جون بيرنثال. You're not gonna just be representing you, you're gonna be representing every little black girl on earth. I'm not gonna let you down. عزيزي الوجيه وعزيزتي الوجيهة، عزيزي اللي عندك طموح انك تستثمر وتدخر فلوسك، وعزيزي كمان اللي لسه ما فكر اصلا يدخر ويستثمر فلوسه، احب اذكركم اليوم يا جماعة بمنصة رين، واللي هي الراعي الرسمي لهذا الفيديو ومعظم الفيديوهات السابقة. منصة رين يا جماعة هي خياركم الافضل للاستثمار في مجال العملات الرقمية بشكل امن وسهل. ليش قلت استثمار امن؟ ببساطة لانه منصة رين يا جماعة مرخصة بواسطة البنك المركزي البحريني، وتخدم العملاء في دول الخليج من عمان والسعودية والبحرين والإمارات والكويت، وقريبا برضو راح يكون لهم انتشار وتوسع في دول ثانية. وغير ان المنصة آمنة وسهلة الاستخدام زي ما قلت لكم، منصة رين يا جماعة توفر خدمة دعم للعملاء طوال الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة. تقدر تكلمهم عن طريق المحادثة المباشرة داخل التطبيق، تدخل تفتح المحادثة ويردوا عليك ويخلصوا لك أمورك ويحلوا لك مشاكلك. وتقدر برضو انك تتواصل معهم عن طريق منصات التواصل الاجتماعي، تقدر تتواصل معهم عن طريق تويتر، عن طريق انستغرام، او ايا كانت المنصة اللي انت تفضلها. لو اخترت انك تسجل الان راح تضاف في محفظتك بيتكوين بقيمة 20 دولار امريكي خلال 3 ايام من تاريخ التسجيل. الروابط وجميع التفاصيل الخاصة بمنصة رين راح تلاقوها في صندوق الوصف. في هذا الفيلم يا جماعة ويل سميث يقدم دور شخصية اسمها ريتشارد ويليامز، وهي شخصية حقيقية، انسان كان عايش وما ادري اذا باقي عايش الى الان ولا لا، ولكنه كان موجود في هذه الكرة الارضية، واللي هو واحد من ابرز الاسماء المحفورة في سجل رياضة التنس. مش لانه كان لاعب محترف، ولا لانه كان اسطورة ويعرف يهزم اللي ما ينهزم ويقطع ام الشبكة وهو رايح جاي بالكرة، لا. ريتشارد ويليامز يا جماعة يحب رياضة التنس واشتغل فيها ومارسها واتقن مبادئها واسسها، وهذا الحب والعشق لهذه الرياضة نقلوا الى بناته الأربعة. ولكن كان التحدي بالنسبة له ما هو كيف يدخل بناته في هذه الرياضة وبس، بحكم ان الرياضة وقتها ما كان يلعبوها الا الناس من ذوي البشرة البيضاء، بل كان عنده تحديات ثانية، ظروفه المادية الصعبة، بيته الصغير، انشغاله في اكثر من وظيفة، الحي السكني والمنطقة الخطيرة اللي ساكن فيها ومليانة عصابات، فضلا عن قتاله وصراع النفس مع ذاته وطباعه الحادة واسلوبه التربوي المختلف. أنا بغيت أقول العنيف، بس هو مش عنيف للأمانة، هو فيه اختلاف شوية خارج إطار التربية اللي تعودنا عليه. وللأمانة يا جماعة شوفوا، حكاية أنه الواحد يجبر أطفاله أنهم يدخلوا مجال معين علشان هو يحبه، أشوف أنها تصرف أناني وربما يكون غير إنساني لحد كبير. يعني حركة نباك تصير مهندس لأنه جدك 25 ومن بعده كلهم صاروا مهندسين، وحركات نباك تصير طبيب علشان عمك زوجته طبيبة وتبغى تزوجك بنتها الطبيبة، ولا نباك تصير طيارة علشان نفتخر فيك ما بين القبائل والأعراق، كلها الأمانة أساليب تربوية وأنانية من وجهة نظري. ولكن
كل شخص في النهاية حر في تربية أبنائه، أنت جبتهم في هذه الحياة، القرار راجع له. على كل حال يا جماعة، الفيلم ما هو فقط مأخوذ من قصة حقيقية في عالم الرياضة أو في عالم التنس بالتحديد، ولكن للأمانة الفيلم مليان رسائل، وهذه أصلا عادة موجودة في جميع أفلام السيرة الذاتية. بيجيبوا لك قصة نجاح عادة ما تكون محشوة ومليانة رسائل ومليانة دروس في الحياة حلوة. الفيلم هذا كان مليان رسائل، مليان تحديات، مليان حكم وفلسفة جميلة في الحياة ومختلفة، لأنه أغلب قصص النجاح ما تجي لناس مكررين في هذا العالم موجودين في كل مكان. قصص النجاح تكون عند ناس مختلفين، نظرتهم للحياة مختلفة، أسلوبهم في تعاملهم مع كل شيء حولهم مختلف. مو شرط يكونوا معضلين وأقوياء، لا، يكون عندهم فكر، مبدأ، أخلاق، أشياء معينة كذا بسيطة خلتهم يختلفوا عن هذا العالم. التربية يا جماعة شيء صعب جدا، وقد يكون من أكبر التحديات اللي يواجهها أي شخص متزوج. وللأسف كثير من البشر لما يتزوج يروح يخلف 4 5 6 يملي لك البيت أطفال، وهو ما عنده أي فكرة عن إيش يعني تربية. وبعد كم سنة للأسف نشوف أبنائه على هيئة مين؟ على هيئة عبده حريقة، عبده تنمر، عبده ام الصبيان. وبعدين تجي تساله ليش ما ربيت عيالك الله يصلحك لو انك شديت عليهم شويه، يقول لك ايش، والله الحياه ما كانت رؤوفه فيني، ما قدرت اربيهم مظبوط. يروح يحط اللوم على الحياه ولا يحطه على ظروف. في هذا الفيلم ريتشارد ويليام يا جماعه وزوجته قدموا للعالم او قدروا انهم يعطوا للعالم درس في التربيه لن ولم ينساه احد. مهما كانت الظروف، مهما كانت التحديات، مهما كانت الحياه قاسيه وتبطش بك ليل نهار، فقر، بيئه سيئه، قله حيله، كلها مجرد مطبات تقدر تتجاوزها، ولكنها ما هي شماعه تروح ترمي عليها اعباء فشلك في التربيه. انا ما قدرت اربي، ودي شماعه الحياه، والله انا ما قدرت مدري ايش، شماعه الحياه، والله انا ما قصرت فيهم بس انهم طلعوا زباين. لا حبيبي، it's your problem. ريتشارد ويليام يا جماعة عنده 4 بنات في بيت صغير وفقير وفي منطقة سكنية مليانة عصابات ومشاكل ليل ونهار، ولكنه قدر يربيهم أحسن تربية وزرع فيهم أجمل وأجمل المبادئ والأخلاقيات. قدر يخليهم يتفوقون دراسيا، ومش أي تفوق، تفوق تفوق يرفع الرأس ويبيض الوجه. والأهم من هذا كله، زرع ما بينهم حب كبير لبعضهم البعض. 4 بنات يحترمون بعض، يحبوا بعض، يقدروا بعض، يتمنوا الخير لبعض، ما سمح للغيرة والحقد إنها تلقى أي مكان ما بين هذول الأخوات 4. وهذا بحد ذاته يا جماعة إنجاز تربوي وفتح عظيم، غير إنه عزز ثقتهم بنفسهم بشكل جدا محترم. ركزوا، ما قلت عظيم، أسطوري، خيالي، لا، عزز ثقتهم بنفسهم بشكل جدا محترم. يعني البنت في أحد اللقاءات، واللقاء هذا اقتبسوه وجابوه في هذا الفيلم، سألوها مين بطلة التنس أو مين بطلة التنس اللي تطمح تصيري مثله، قالت أنا ما أطمح أصير زي أحد، أنا أطمح إنه الناس بكرة أكون أنا طموح لهم. ثقة عجيبة في النفس زرعها فيهم، وهذه الإجابات ما كانت ملقنة، الإجابات هذه طلعت منهم تلقائيا. وركزوا إني قلت لكم إنها ثقة في النفس محترمة، ما هي ثقة في النفس نابعة عن تكبر أو شوفة نفس، لا، قالتها بنية صافية ونقية جدا، وهذه أحد الأشياء اللي زرعها فيهم أبوهم. ثقة في النفس لكن في تواضع، انت قوية في مجال ما ولكنك تحترمي غيرك. غير انه هو ريتشارد ويليامز كان صاحب مبادئ، عنده مبادئ كثيرة في حياته. اي نعم، اطمح اني اشوف بناتي في قمة رياضة التنس، ولكن مستحيل استغني عن مبادئي تجاه هذا الطموح. اي نعم، انا فقير واشتغل في وظيفتين وقاعد ادرب بناتي ليل ونهار وماكل تراب، ولكن مستحيل استسلم لمغريات الحياة مقابل مبادئ. اي نعم، بناتي يحتاجوا بيت اكبر، يحتاجوا حياة كريمة، ولكن ما هو على حساب كرامتهم عزة أنفسهم. أي نعم، بناتي دربتهم وأحسنت تدريبهم ومتأكد 1000000% إنهم راح يصيروا شيء كبير في المستقبل، بس مستحيل أخلي هذه القوة اللي وصلوا لها تحولهم إلى أشخاص سذج ومتكبرين. كينغ ريتشارد is really كينغ ريتشارد. زبد، قصة رائعة جدا ومحفزة، وفعلا تخليك تحس بالفخر بمجرد متابعتها. وهذا قانون زي ما قلت لكم في معظم أفلام السيرة الذاتية الرياضية، لما تشوف شخص قاعد يحقق حلمه أو قاعد ينتصر أو قاعد يحقق ألقاب، تحس كده بفخر لأنك تابعته من بدايته إلين وصل إلى هذا اللقب أو إلى هذا الانتصار. ويل سميث أداؤه أكثر من رائع، رائع لدرجة أنه ممكن يرشحه للأوسكار، بس ما أعتقد يجيب الأوسكار لأنه ما هو أفضل أداء له، بس أداء مرة رهيب. جون برينثال، يا عيني عليك، يا عيني عليك يا جون برينثال. الآدمي هذا أصلا كذا فيه كيمستري كذا بيني وبينه، سبحان الله، تشوفه كذا تحبه ترتاح له،
انا كذا هذا الانسان برضه من الممثلين اللي ارتاح له كذا اشوف ارتاح له. دوره كان جميل جدا وانساني وقدمه بشكل جدا ممتاز، وكمان البنات الصغار والام كلهم قدموا ادوارهم على اكمل وجه. من الناحيه الفنيه يمكن لاحظت انه الفيلم يفتقر للسينماتوغرافي، يعني الفيلم قصته جميل والبيئه بيئه التسعينات والثمانينات اجواء جدا جميله، احس انه كان يقدروا يخرجوا بسينماتوغرافي جدا مميزه، ولكنهم ما ركزوا على هذا الجانب كثير يعني. ولكن من ناحيه محاكاه الحقبه الزمنيه 10 على 10. فتره اواخر الثمانينات وبدايه التسعينات فتره جميله يا جماعه، من ازياء ومن قصات شعر ومن اجواء عامه كذا جدا جميله وممتعه. وفي هذا الفيلم للامانه تفوقوا في هذا الجانب بشكل ممتاز، دروس وحكم واشياء كثيره ممكن نتعلمها من هذا الفيلم الرائع. تقييم الشخصي لهذا الفيلم يا جماعة هو 8/10، ونصيحتي لك تابع الفيلم هذا الآن أو حطه في قائمة الأفلام اللي لازم تتابعها قبل نهاية هذه السنة. متوفر منه نسخة رقمية، ولكن لو تقدر تتابعه سينما بيكون حاجة مرة ممتازة، ولكن اختار كذا وقت يكون فيه الأجواء هادية وما فيش زحمة، لأنه الفيلم كله أجواء هادية وما فيهوش زحمة. يعطيكم العافية يا جماعة، شاركوني أراءكم عن هذا الفيلم، وهل تشوفون إنه ويل سميث ممكن يصل للأوسكار في أدائه عن هذا الفيلم، ولا راح تتفقوا معايا إنه ممكن يترشح فقط ولكن ما يجيب الأوسكار؟ وبرضو كم تقييمكم للفيلم من 10 يا جماعة، مرة مهم. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.